انا لسه واقعه اهو دماغي نفوخي. ازاي تجدد الاصابه في 5 ثواني؟ ثانك يو خلودي. ثانك يو يا حرام عليك. بس الحمد لله بخير الحمد لله. بس راسي شويه وجعني بس الحمد لله يا رب. احنا بس حبينا نضحككم معانا عشان خالد مش قادر يمسك نفسه طبعا. الافتراء وحش. نجاة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري من إصابة خطيرة في رأسها وذلك داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية أثناء ممارستها الرياضة. شاركت شام جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام أثناء أداء التمارين حيث سقطت على رأسها خلال محاولة أداء أحد التمارين وعلقت على الفيديو قائلة الحمد لله ربنا ستر أجازة سعيدة. وطحر الشام على توثيق ممارسة الرياضة لجمهورها وأثارت الجدل قبل أيام بعدما ظهرت هي وابنتها عبر حسابها على إنستغرام تمشي وتحمل ابنتها بين ذراعيها.